خلفي مطعم ميرور، وهذه محطة المترو اللي أنا ساكن فيها. منطقة جدا جميلة وفيها مطاعم كثيرة اللي حاب يسكن، وقريبة من السنتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من بلجيكا، من بروكسل. أنا منطقة جيت الحين، عاصمة طبعا بروكسل، عاصمة بلجيكا، ويسمونها الدولة العاصمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، حلف الناتو، أكثر منظمات تكون في هذه المنطقة، في هذه المدينة. مدينة جميلة، تحدثون الأولمبية، تحدثون بالفرنسي. عندنا لونديس، أفضل محلات الشوكولاتة، الفرنش فرايز. هذه المنطقة جميلة اللي نحب فيها. عندك البازليك، هذه الكاتدرائية، فيها يعني كذا مكان جميل راح نزوره اليوم وصورها لكم. فمتى غدانا وين يا أخي؟ هذا مطعم جميل اسمه ميرور، اللي تحب البرجر. يا وسهلين، وقت الغداء، ستيك، رجال مخبي، سباجيتي. طيب هذا الصوص، لاعبين جديدين. ما قدرت، انا بعرف السنجش دائما بيكمل، خوي ان شاء الله بيعاوني. قريب من الاتوميو، المعلم الشهير في بلجيكا في مدينة بروكسل. طبعا هو كان معرض الاكسبو في الثمانينات، هو ظل معلم يزار له العالم، يجون العالم من كل مكان. هذيك محطة الترام اللي نزلنا منها رقم 19 باتجاه دي وونت، المحطة اللي قبل الأخيرة، دي وونت الخط الأحمر، ترام 19. شو المطاعم في هذا المكان، جميل جدا. من اخطر الوظائف انك تنظف ازاز بهالشكل والناس تنظف. اهلا وسهلا، احنا عند اللاتيميو شايفين العرض هنا، الدولت التيكت مع مليون يورو حيطلع على 23 يورو الشخص الواحد. ان شاء الله مشاهده ممتعه لنا من فوق، نشوف ايش داخل. استمتع معنا. تيكت توالوس يا متى ذس كومبو من يورو سعودي عربي كان تيك جايد عربي. How many of this one? Two? It's enough, you can hear. You must have two for two. Yeah, yeah, it's okay. Two euros? 51 euros, 20 cents, please. Okay. I'll put in Arabic? Yeah. صعدنا الاتوميوم، ابرز المعالم في بروكسل، وتشوف تحتي هذا الميني يورو، اوروبا المصغرة، تاخذ اكثر من 50 مدينة، واصغر من حجمها ب 25 مرة، فبشكل خرافي صراحة. راح ناخذ الحين ماخذين لها صورة بانورامية، راح نوصل له وتشوف من هنا خامس اكبر كنيسة يسمونها البازليك في العالم. يبينون لك فيها في المعرض كيف كانت الحياة وكيف أمور كثيرة يعني. وتشوف المعرض اللي هناك، هذا كان معرض الباريسي والأمريكي كبدايتهم، أول ما جابوا أول تلفزيون والغسالة، وكيف كانت الحياة بدائية. وشوف النقلة اللي صارت في خلال 50 سنة الأخيرة. طبعا
بعض مؤسسات المنظمات الدولية. منظر جدا روعة. شوفنا الحديقة على مد النظر. هذيك كنيسة نوتردام اللي مبينة على الخط. البيوت القديمة والقصور. شكل الناس تزين يعني ما أعرف بشكل. وفي القايد يعطيك بالعربي الشيء اللي تبغاه من كل منطقة. تضغط الزر بس تستمع. هذا ملعب. جدا رائع صراحة. هذا جزء من المعرض اللي يقيم. كيف تغير الحياة من وقت السابق لوقت الحالي. كيف صار التغيير. اليوم من عام الاتوميوم شايف المنظر كيف جميل. كنيسة نوتردام ثانية ثالث خامسة أكبر كنيسة في العالم يسمونها البازليك. منظر والمعرض العالمي اللي كان يضم الجزء الأمريكي هذا الجانب. أول ما بدأوا بالتلفزيون بدون ألوان والغسالة. جميل تشوف من يوروب أوروبا المصغرة أصغر 25 مرة من شكلها الحقيقي. نزورها بس المنظر البانورامي روعة. اهلا وسهلا. خلصنا الاتوميوم جدا روعه. طبعا كل كوره من الكوره هذه تزن 200 طن. طبعا تطلع لين على القمه. احنا طلعنا يوم اخذنا الصور من هنا هذا المصعد في الخط من 1980 وكان مقرر بس لعشر سنوات. بعدين مددوا 25 سنه بعدين صار مزار سياحي. في بعض الادوار توريك كيف تتحدث عن النار وكيف غيرت الحياه وتشوف المنظر الجميل هذا. صراحة تجربة جدا جميلة. كيف إن كانت فكرة كان السلام. طاري معرض إكسبو السنة هذه موجود في ميلانو في 2020 إن شاء الله في دبي. ففرصة حلوة إن الواحد يزور المعارض العالمية هذه يشوف ثقافات حقتها. إحنا سعيد إحنا بنروح للميني أوروب نلتقط لها صور. يلا في الميني أوروب طبعا أعطوني جايد باللغة اللي تبغاها انجليزي وفرنسي ما في عربي. هو توضيح للمدن الاوروبية بشكل مصغر 25% بشكل حقيقي. شفت الساعة البيج بن واللي حولها في لندن. الشكل الحقيقي لها اكبر من كذا ب 25 مرة. هذه فكرتهم تبين لك مدن كثيرة بعاصمها زي استونيا تالي فنلندا السويد. نبدأ من الدنمارك وعندك فرنسا مشهورة ببرج إيفل وبعض المناطق المحيطة فيها زي ما تشوفون إيرلندا. وهذه دول الاتحاد الأوروبي سواء اللي في الاتحاد الأوروبي أو اللي في المنظمة. سواء لأنه عنده اختلافات بعضهم يستخدم نفس العملة بعضهم لا لا عملة خاصة. في ناس وقعت اتفاقية شنغن في ناس لا بس فيها لها كذا 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 طريقة غير كذا. هذه طبعا في بلجيكا وفيها في بروكسل فيها توضيح كثير لمقاطعاتها الموجودة فيها والمناظر الجميلة الموجودة. شوف برج إيفل تحفة معمارية صراحة وجايبين نفس الطريقة ونفس الشكل. هذا القلعة القديمة. يعني المنظر جدا جميل صراحة ويستحق الزيارة. قريب من أتوميوم تقدر تاخذ تو تيكت. تيكت تقريبا من 10 إلى 12 13 يورو. في ملاهي على الماهية يب. المصغرة هذه ساغرادا فاميليا وهذا تمثال كريستوف كولومبوس والمرفا. وهذه مدينة إشبيليا مشهورة بالمباريات الثيرة. اليوم في ميني أوروب وفي أتوميوم ورايحين على الجراند بالاس. إن شاء الله رحلة ممتعة.
اليوم جمعة ف يحس في هدوء. هذه البصات والبصرات رجعوا مطعم جميل صراحة، مطعم أوروبي. هذه محطة بروكسل المركزية. هذا ديسكو بالبطاطس فريش فايز. هذه شنطة تجمع صار الشيء تاع كل شيء السنتر. هذا فندق إبس وجنب المحطة الرئيسية في فندق هيلتون. الناس توصل هنا توصل السنتر. صميم تاريخ شوفوا متعوب عليه يعني زي هذا. اتذكر الدوام اللي في ميلانو نفس الطريقة. تجلس هنا تسولف تتغدى. جوهم دائما جميل يعني الصيف اكيد بيكون. الساحات شيء مهم في المدن، أماكن تجمع الناس وين يروحون وين كانوا بالسابق، فتبقى يعني الثقافة تنتقل من جيل لجيل. في العالم تجلس تاكل نفس المكان، غير الزهور من كل مكان ياخذون صور يعيشون أوقات جميلة. قبل أن ننتهي من رحلتنا في بروكسل مرينا على الأتميو وعلى المينيورو وفيها حديقة مائية وجراند بالاس سنترال ستيشن. يعني هذه الأشياء المهمة اللي تحتاج تزورها في البلد غير المكتسة شوارعها وزقتها. تقدروا أكتم بروكسل مدينة جميلة مفتحين يتكلمون كذا لغة، هذا اللي يعطيها ميزة أكبر يعني. إلى محطة